يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. هذا المسألة الأولى. المسألة الأولى من هذا الباب أنه يجب على كل مسلم إذا أراد أن يبيع شيء أن يبين العيب، لأنه سيدخل إذا لم يبين العيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا. فعلى الشخص أن يقول: هذا البيت الذي سأبيعه القواطع من لب، الأجدر الداخلي من الياجوف، العمارة الداخلية كذا كذا، العمارة الخارجية كذا كذا. لا بد أن يبين، لأن بعضهم يدلس فيتوهم الإنسان أنه من الأحجار داخلا وخارجا، في حين بعض البيوت من الداخل تكون القواطع مخالفة. وإذا لم يبين له، فإذا اشتراه على أساس أن جميع الأجدر هن من الحجار، فحال ما خربهم يجرب نعف القص، ترك القص فبان اللب، وإذا هو من الطين لا من الأحجار، فيثبت للمشتري الخيار فيرد البيع. هذا من جملة الأشياء الذي يرد بها المشتري الببيع. أشتريت بيت على أساس أنه من الأحجار، فلما أخذت المفرش وضربت في عرض القص، وإذا بالقص يتناثر والتراب يقوم، وإذا القواطع وهنا الأجدر الداخلية الفاصل ما بين الغرفة والغرفة، ما بين الغرفة والمطبخ، وإذا هن من اللبن ومن التراب ومن الطين وليست من الأحجار، فلي حق أن أرد هذا الببيع. إذا هذا الرجل قد غشني فلي حق، ولا فاللازم عليه يقول: هذا البيت إن كان من خارجه من الحيطان الأربعة فهو حجار كما ترونه، أما العمارة الداخلية التي تفصل ما بين الغرفة والغرفة الآخرة، أو بين المطبخ والغرفة، أو ما بين الحمام والغرفة، فهي كلها من اللبن من الطين. هذا لا بأس، دفع عليه والكاتب يكتب. وأفاد البائع أنه باع على الصفة التي هو عليها الآن، الأحجار في الجدار الخارجي، أما الجدار الداخلي فهو من الطين ومن التراب ومن اللبن وغير ذلك أو الياجور. أما إذا باع منه على أساس أنه من الأحجار فوجده بخشوش، فله حق أن يرده. والعبرة بالبرهان، إذا استطاع أن يقول له: أنا تابع منك بيت حجار ليس فيه لب ولا طين ولا في شيء، فإذا ثبت أنه غشه فله الخيار يرده في أي يوم كان. كذلك سيارة، باع من السيارة باسم أنها جديد، ثم اتضح أنها قد شقيت وعملت وتعبت وأنها أصبحت مرنجة وأصبحت مصلحة، فله حق أن يردها، لأنه ما اشتراها إلا باسم أنها جديد، وصح أنها قد أصبحت غير جديد. بقينا حال ما يردها بعد أسبوع أو بعد شهر، قال له: اكريته. قال: نعم قد اكريته. قال: كم قد حصلت فيها؟ قال: حصلت فيها 30,000 في كل شهر، قد كنت اقبض في كل يوم 1,000 ريال. يقول لها: يا
أدرتها؟ قال نعم. قال وردت لي الألف الذي قد قبض ورشدت لك 2000 ولا 3 ولا 4 قيمة البتر وثلاثة أربعة 5000 إجرتك معاشك والفلوس لي الذي لأن السيارة هذه حقي والآن قد ظهر هذا أن فيها عيب رتيتها لي. قال في التراري والخراج بالضمان يعني ليس له أن يطالب بالسيارة إذا كانت قد عملت لا. لماذا؟ لأنها لو كسرت في الطريق أنه قد كان سيضمنها المشتري وبناء عليه فالخراج بالضمان يعني ما دامه أيضمنها فالخراج الذي وقع له تكون الخراج للمشتري وإن ردها. أشترى السيارة في أول هذا الشهر على أساس أن السيارة هذه جديدة فصح أنها مرنجة وأنها مصلحة فردتها وما ردتها إلا وقد عمل فيها. فقال له البايع الذي ردها إليه أين الفلوس الذي قد قبضتها حينما كنت أجره؟ قال هي لي. فوصلوا لا عندنا قالوا لمن تكون الفلوس؟ نقول للمشتري ولو سيردتها لأنه كان هو الضامن لو كسرت في طريق الحديدة وسقطت أنها ستكون الضمانة على المشتري الذي هي الآن بيده. ولهذا قال الخراج بالضمان ما بشلع أن يقول ما قد قبضت لي وعلي أن أسلم لك قيمة البترول وأسوي أجرتك ليس له لأنه إذا كان قد ضمن إذا قد كان سيضمنها فبناء عليه فله حق أن يأخذها. الفلوس الذي أخذها اليوم اشتراها بعد الظهر سافر بها إلى الحديدة يوم ثاني ردتها بعد ما ردتها قال بكم كريتها الحديدة؟ قال ب2000. قالت يلا 2000 ولا شتي اجرتك 500 ريال وقيمة البترول 500 ريال الألف لي. نقول ما بيشلا أبدا لأنها لو كسرت في الطريق كانت تكسر على المشتري هذا وما يرتاش ولا شيء. هذا هو معنى قول المؤلف والخراج بالضمان. المعنى أنه إذا كان قد عمل بالدابة هذا أو بالسيارة هذا وحصل فلوس فهو له. لماذا؟ لأنه كان إذا اكتسرت فالخرج إذا سر للحديد ورجع يجرفها ووقع على 2000 ولا 3000 هي إلى مقابل لو اكتسرت في الطريق أنها قد كانت بالضمانة ما يصير شيء يقول له اتي فلوسي قد اكتسرت يعني قد باعها واستلمها. هذا هو معنى قول المؤلف والخراج بالضمان. وللمشتري الرد بالغرر إذا غرر الإنسان على إنسان آخر اشترى منه حما فالأشتري حما هذا الحمار في غاية من الحدة ليس بودل بل يمشي مشي سريع قداه طالع الحمار هذا وبسبسه يعملوا بسباس للحمار في دبره فيبقى بالهب الحمار هذا كليب لا أنه نشيد للبش ولكنه الفلفل هذا والبسباس بالهبه فيحمل حمل لا أشد بدا أبدا فيتصور الله أنه من النشاط بيصير هكذا وهكذا ويرابط ويرابط يتوهم المشتري أن هذا من النشاط لا وبضل مفعول هذا ورقد الحمار وقب يوم ثاني واني لأنه من الأصل ضعيف وبجهة آخره
هو واني من كثرة التعب ما قد وقع فيه اليوم الأول من المشي ومن اللهيب الذي فيه. فجاء قال لنا رده وقال الآن وجد له هذا. وقد سألنا قالوا أنه غرر علي لأنه عمل لبس باس ولأن كذا وكذا فله حق أن يشتري لأنه غرره وللمشتري الرد بالغرر مع واحد ثور. هذا الثور ودل بارد ما يمشيش بسرعة ولا يتحمل، وإذا قد ربض سل ما يقمش، وإذا رادوا أن يخرجوا يعملوا علي يحرث فيمشي ببطء، وإذا ردوه حال ما يرجع بسرعة شديدة لأنه سيرجع ينام ويرتاح في محله. قالت له زوجته اذهب بيع هذا واشتري لنا ثور قوي نشيد. فعلا خرج للسوق باعه اشترى منه وأخذه وصلوا للبيت حنوا أخذوا كمية من الحناء وحنوا بمناسبة عرفه لأنهم يحنوا الأضلاع والبقر والأعجال في شهر عرفه حنوا وضلعوا ونشطوه دي ما عملوا معه. فهذا الرجل اشترى شمعك ثور بدله قالوا نعم التالي الثور بدي ما يحته فأخذه واشترى البايع وما قد كان شيء يظن قد غرره. حال ما رجع هو كسل هذا الثور وكسل حين رجع من السوق للبيت هو روحه البيت وقسمه الخرجة. وأما التخلف في السيل على لأنه أيصل يربض حالا بيحمل بيتقفز دقفاز وهو توهم أنه من النشاط بيفرح طريق 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 وصل دهف باب التهليس هابك ودخل ورجع باب الحر الشجع هابك تسعه وخلاص ودخل ما دخل. فقال لورته قد اشتري له يعني ثور نشيد جدا وبجملتها أن الذكي عرف الحر حقه ودخل. البرك بعد أذكى من الرجل قالت له خرجت حال بخرج عرفت قالت هو لكن زايد الحنة فقط هو بذاته لكن زاد الحنة وأنت اختريت بالحمل والسرعة هو لأنه يصير البيت فاتح خرجه خرجه ما رديش يخرج. هذا له حق أن يرد للمشتري لهذا الثور أن يرد الثور لأنه قرر عليه من ثبت عليه التالي ومنه المسرى ومنه المسرى. في أيام العرب كانوا يسروا يغشوا يجر البقرة هذا البقرة يرسمها ثلاثة أيام لا وقت أصبحت ذرته ملا لبن ويطلعها السوق هذا يشوفها وقد اللبن هذا قد يحقن بتطور كيف يحلبوها وبعدها يشتريها حال ما يشتريها يجي يحلبها فتحلب نص تنكة أو ربع تنكة وبعد العشاء يحلبها في مادتي إلا ثمن تنكة يوم ثاني يحلبها مادتي إلا قمقمي يوم بعد الغداء هذا بس الطول ما بشي وإن هذا كده محصول ثلاثة أيام خرج في يوم واحد. هذه البصرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أشترى مسرة فله الخيار فليردها وصاعا من تمر يردها ويرد صاع فليردها وليرد معها صاعا من تمر هذا الصاع من تمر إلى مقابل اللبن الذي قد أخذه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد آذن برجوع البقرة أو الناقة المصراة الذي ربطوها وحفلوها
ويرد صاعر من تمرين إلى مقابل اللبن الذي قد استغرقه. يرد اللبن يرده ويقول هذا قيمة اللبن الذي قد استغرقه. قال بعض العلماء الحلبية والزيدية قالوا هذا مخالف للقياس، لأن القياس أنهم يردوا المثلي بمثله، هذا المثلي بمثله، أي اللبن بلبن والحب بحب والتمر بتمر. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ نقول آمنا، سمعنا وأطعنا، وآمنا وعملنا بموجب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة التي تقول أن المثل يضمن بمثله مخصص بهذا الباب إلا باب المصرة، فقد ورد النص بأننا نردها ونرد صاعا من تم. أما في المسائل الآخر فمن أراد أن يرد البر فليرد بر، ومن أخذ الدقيق فيرد الدقيق، ومن أخذ أي شيء، لأن الفقهاء يقسموا الأشياء إلى قسمين، الأشياء المبيعة يقسموها إلى قسمين، بعضها يسموها مثلية وبعضها يسموها قيمية. القيمية المثلية الذي تضمن بمثلها، والقيمية تضمن بقيمتها. المثلية ما ضبط بالوزن أو بالكيل مثل الحب فإنه مثلي فيضمن بمثله. واحد أخذ مني ولا عارني ولا سلفني شيء، لا أخذت عليه بر فنعته وسقط علي ولا أكلته، فأضمن بمثله. قدح بر مثله، قدح رز بمثله، ما كان مضبوط بالميزان، لحم أخذت من اللحم فأردته، هذا يسمى مثلي لأنه يضمن بمثله، ما لأن القيمة حقه لا تتفاوت إلا قليل. القدح البر من هذا الجنس والقدح البر من هذا الجنس، ما هذا اسمه، ما يتفاضل إلا بشيء يسير الفرق ما بينهن. ولا اللحم، الكيلو اللحم الغنمي ولا الكيلو اللحم الغنمي الآخر، المتقاربات، هذا يسمى مثلي فيضمن بمثله. ردت له 10 هرطال أو 10 كيلو لحم مثله، ردت له 10 أقداح مثله. والقيمي يضمن بمثله، جاي يستعير مني الجنبي الخنجر هذا، قال أنا سأتعرس عيرني الخنجر هذا، هذا يسمى قيمي لأنها تتفاوت قيمته. بعض الجرابي ب100 ريال وبعضها ب1000 ريال وبعضها ب500,000 ريال وبعضها ب1,000,000، بعض الجنابي يبلغ ثمنها إلى 1,000,000 ريال وبعضها ينزل ثمنها إلى 100 و200، هذا يسمى قيمي. فإذا استعار مني الجنبية وأخذها ففرت حتى سرقوها عليه أو جنى عليها لو مكسره، فقالوا أضمن، لا يضمن بمثله، ويصير يشتري لي من سوق الجنابي جنبي من حق 1,000 وقد كسر لي جنبي ب1,000,000 أو ب500,000، بل القيمي يضمن بقيمته. نقول ثمنوا، قال تعرف يا فلان، اختار أنت عد من وعدلي، قال فلان، من وعدلك، قال فلان، نقول أنت تعرف الجنبي الذي ملك فلان، قالوا نعم، قال فلان كسرت عليه وقال أنه سيأتي بقيمتها، ما رأيكما كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 400,000 أو 500,000 فيضمن القيمة، بخلاف المثلي فيضمن بمثله. هذه قاعدة عند الفقهاء أن المثلي يضمن بمثله،
والقيمي يضمن بقيمته. قالوا هذاك ما كان مضبوط والأثمان تتفاوت تفاوت يسير ما بين القدح البر البوني والقدح البر الدماري شيء بسيط القيمة الذي ستختلف فيها. أما القيمي البندق حق فلان والبندق حق فلان، الجنبية حق فلان والسيف حق فلان، هذا لا يختلف يضبط بالقيمة. قال العلماء هذا الحديث خالف القياس، وقد كان القياس أن يقول وعليه أن يضمن بلبن مثله. قال العلماء الصحيح أن احنا نعمل بموجب الحديث، ونقول هذه القاعدة مخصصة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصرة، نضمن ونأتي حال ما نردتها، نردت وصاعب من تمر ولا نردتها وردتي لبن، لأن الكيلو هاللبن هذا مضبوط. نقول كم تكتروا اللي في ذرتها؟ قالوا ستكون كيلتين، يردت كيلتين، لا بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاع من تمر ومنه المصرة، فيردتها وصاع من تمر أو ما يتراضيان عليه أو ما يحصل به التراضي. قال أنا سأذهب وأبحث لك عن التمر. قال عدت تيش التمر، ردت لي قيمة التمر. يقولوا كم قيمة اللبن أو قيمة الصعب من التمر؟ قالوا قيمة 100 ريال. قال بس ردت لي 100 ريال. لعد التراضي إذا قد حصل لا يبقى أي نزاع، لأن المهم والتراضي. ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، فإذا جاء الرعوي فخرج الرجل يلقاه إلى نصف الطريق وقال له لو غيرك ما بقيت لليوم، لو غيرك ما بقيت لليوم تجي تبيعه هذا البلس أو هذا العنب، والسوق قد بيجيف من كثرته. فهذاك صدق، قال بكم يسوى الحبل هذا حكي؟ قال أسوى 400 ريال أو 500 ريال. قال يلا اعطيه 500، أخذ من 500. دخل الرعوي إلى والسرعة فوجد أن الحم هذا 2000 أو 3000، فهذا له حق أن يريده، ويثبت له الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، كل من باع بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجهول، وبعدها باع منه بيع مجهول لا أن يرد. بعت منه لابنتين في هذا البقعة، لكنها مجهولة اللبنتين في البقعة هذه، حال ما جاء قال عينها وقد سلم لها الفلوس سريع عين لك كفاها. قال أنا ما اشتريت إلا على الرصدة لأجل عمل لي دكة. قال وأنا ما أردت لها كده. فلكل واحد من المتبايعين البايع أو المشتري أن يرد، يقول كررت فلوسي، أو يقول هذا كررت أرض حقي. أنا ما بعت إلا بعت قدر ليشا أبيع لك في قفا البقعة هذا، أما البقعة الذي على الرصد أنا حنج به عشان أبيعها. وأذكر أنا ما اشتريت إلا لأجل أعمل دكان، أما إذا أنت تعطيني في الزاوية البعيدة هذا فأنا لا أريد. فلكل واحد الخيار أنه يبيع أنه يرد. ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. من قد كان اشترى بيت وما قد طافش البيت هذا فله حق أن يطوفه، وهذا ولهذا يقولوا في البصائر، يقول البايع اكتب في البصيرة أنه قد طافه لا يرد الشري، ويقول وهذا بعد أن طافه ورضي به على الحالة التي هو عليها. فإذا صادف واشترى شخصا بيتا بنظركم وقال لأحدكم
اكتب البصير بيني وبينه. فتقول اشترى فلان ابن فلان لنفسه والثمن من عين ماله من البايع اليه فلان ابن فلان بايعا ما هو في ملكه وتحت تصرفه وهو البيت الكائن في الحالة الفلانية الذي يحته شرقيا كذا وغربيا كذا وشمالا كذا وجنوبا كذا وذلك بثمن معلوم قدره كذا وكذا. استلمه بالمعايير والمشاهدة بحضور الشهود الآتي أسماءهم. ثم تقول له قد طفت البيت ورضي تبك نعم طفت. فتقول وهذا بعد أن طافه ورضي به على الحالة التي هو عليها وكان ذلك بحضور من شهد فلان وفلان وفلان وفلان. يوم ثاني رده ما بش الآن يرده. أما إذا قال هذا أن له حق أن يقول أنا ما قد طفتش فإن معه هذا الشهود أنه طافه فسيحكم عليه إقناع وإني ما بش مع الشهود فالأسرع عتب الطيافة. وبعد إذا طاف سكته وما بش شهود ولا شيء يرجع ينكر يقول الله ما قد طفته ويحلف في جود بعدها يرده الحاكم إليه. ولهذا نقول أنه من اشترى شيئا لم يره فلا أورده. الإنسان شيئا من شخص وهذا الشخص إنما اشتراه لشخص آخر فلا الحق الآخر الموكل أنه يأتي فيشتري فيطوفه فيقول أنا فاسخ لأنني ما كنت قد طفته. فالحاذك هو أن لا يبيع إلا من شخص لنفسه. أتشتري مني؟ قال نعم. لنفسك أو لا لواحد آخر؟ قال أقول يجيه بنفسه. يجي يشتري بنفسه أو تشتري أنت لنفسك وبيعه واربح ولا خسر. أنا ما أعرفك إلا أنت. لماذا؟ لأن في بعض الأحوال يأتي الآس فيطوفه فلا يرتضيه فيقول أنني أشتروا لي شيء ولم أره فلي حتى أن أردته أو لا فيقولوا نعم. قال وله رد ما اشتراه بخيار. يعني للإنسان إذا اشترى وقال أنا مقال لمدة 3 أيام تشتري من واحد جهاز راديو أو ساعة وقلت له أرى بالخيار لا شيء يقول نعم لك بالخيار اليوم فقط قلت هذا استعدل التم ماشي مع الشد بلش فله حق أن يرده في تلك المدة فقط أما زايد بعد بلش. هذا يسمى خيار شرط أو شرط الخيار. يعني أنني اشترط أنني بالخيار لمدة 24 ساعة. وإذا اختلف البيع فالقول ما يقوله البايع اختلفوا هل شدوا وتبوا على أن البيع هذا بمليون أو ب700,000. فإذا اختلفوا فالقول قول البايع. نقول القول قول البايع وعليه اليمين. قال أنا ما بعت إلا بمليون وهذا قال ماشي متراضينا وتعاقدنا إلا ب900,000 و50,000 هذا 50,000 يريد أن يزيدها. القول قول البايع. وبعد إذا المشتري معبرها وإلا فليس غير يمين البايع لأن من كان القول قوله فعليه اليمين. نحلفه بالله العظيم أنه ما قال بعت وهذا قال اشتري اشتريت إلا على أساس أن الثمن مليون. أما إلى أنه 950,000 فلا. نقول القول قول البايع وعلى المشتري أن يأتي بالبرهة. فإذا ما لقش برهة فليس له شيء غير يمين البايع لأن من كان القول قوله فعليه اليمين. هذا خلاصة باب الخيار. المسألة الأولى يجب على من باع ذا عيب أن يبينه
وإلا ثبت المشتري الخيار. هذا اعملوا فوقها واحد، يعني المسألة الأولى. ثم الخراج بالضمان، المسألة الثانية، أن الخراج بالضمان يعني أنه لا يجوز له أن يطالب ولا حق له أن يطالب بكرة السيارة، لأنها لو اكتسرت أن المشتري القابض له كان سيضمنها. هذا اثنين، اكتبوا ثلاثة في قوله وللمشتري الرد بالغرر، من غره فله حق أن يريده بالغرر، ومن جملة الغرر المصرف فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه. ثم المسألة الرابعة قوله ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، لأنه قد حصل الغرر على الرعوي هذا، أو الرعوي يغرر على الرعوي على المدني، يقول له ادي لي حمل حطب يابس، ادي لي حمل حطب يابس بكم هو؟ قال بكذا كذا، سلم له الفلوس. لا وما جاء وده حمل أخضر رضب عاده قطع من وسط الشجر، لا قد يلهاب ولا قد بشي، هذا له حق أن يرده، له حق أن يرده. أما إذا قال له الحاصل خلاص بعد، يقول هو أخبره ويابس، يقول البدني قال رعوي الحاصل بلابس، يبع أخضر أو يابس، سواء يعني أخضر أو يابس هذا الحاصل خلاص بعد. خرج واحد من صنعاء يعمل لفه من عند باب اليمن ويرجع من باب الشعوب، فلقي رعوي تتحمل الحمار حطب أخضر لدن ما قد يلصش ولا شيء، قال له لو غيرك ما ظلمت الحمار وتعبته، من يشتري منك؟ ما حدا يشتري. قال خلي خلق الله على الله ورحلتي عاد دور لك، أجي لي واحد خوش من هذه حلقة، لأن الحاذق حال ما يتحال يبصم، الأخلع حال ما يكحزع. وتأملوا لو معاكم مكحلة وتتأملوا بعضهم يقول حال ما يتحال وبعضهم يفعل عمل دوري. ابن الشخص هذا الصنعاني خرج يدور حطب، قالت له أمه سير اشتري لنا حطب، جاء وذيك الحبل موجود كني، قال له كم هذا واخضر أو يابس؟ قال حاصل أخضر ولا يابس اشتري، اشتريته رعال 5 ريال وكده ماشي رحت على قيش هذا، والبوت صورة مسكين اشترى على الحالة التي فرجع إلى البيت، طرح في دهليز البيت وطلع. الأب جاء من التوريس جاء وعرف الحطب بذاته، سره محمد قال حاضر، قالت يا المكحلة وانزل، كان نلمه على الذي تكحلت الصبح، قال ولو قال المكحلة قال تكحل، قال هيا ما لكم اليوم من نلمى هكذا، قالوا الرعوي أحدك من المدني. قال المسألة الأخيرة إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البايع، قال أقول أما وجوب بيان العيب على البايع فلحديث عقبة ابن عامر عند ابن ماجه والطارقطني والحاكم والطبراني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل مسلم باع من أخي بيعا وفي عيب إلا بينه، وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح وأخرج نحو أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك من حديث واثلا مرفوعا
وفي سنادي أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مثل وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجارود والبخاري تعليقا من حديث العتاء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى العتاء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أوامة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم بيع المسلم من المسلم ليس فيه غائلة يعني ليس في خيانة ولا في خباثة ولا فيه شيء ويا أيت هذه الأحاديث حديث من غشنا فليس منا وهو في صحيح مسلم رحمه الله وغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فدلت هذه الأحاديث على أن من باع عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لا يحل شرعا فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أتم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو التراضي إذا قد رضيه فالبنات الشرعية البنات والوتد الذي يعلق عليه الشيء الوتد الذي يعلق عليه الشيء وهذا البنات الشرعي هو الربا فإذا قد رضيه خلاص وإن لم يرضاه كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الربا الواقع على العقد فلم يوجد البنات الشرعي ولما ورد في رد البيع وسيأتي وأما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة عند أحمد وعلى السنن والشافعي وصح الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان وفي رواية أن رجلا أبتع غلاما فاستغله يعني عمل سعى ثم وجد به عيبا فردته بالعيب فقال البائع غلة عبدي يعني إجرة عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان والمراد بالخراج التخل والمنفعة أي يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي بسببه بحيث لو مات العبد هذا أنه قد كان سيكون من ملك المشتري وأما الرد بالغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علم بالغرر فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المراد الشرعي ومن ذلك المسرة فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرار الكائن بالتصرية وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيختر وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتعى بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصعا من تم وفي رواية مسلم وإن من اشترى بصرها فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صعب من تمر لا سبرا وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلأن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما رضي بإسكاده أو أخذ بعضه وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع فإن كان مع شرط عدم الخلاف فرأيت في ذلك ما تقدم من حديث ابن عمر هذا رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من باعت فقل لا خلابه وفي الصحيح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحيان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار ثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره يقول لك أنا جاهل ما أمشي لي بخبره لكن لي الخيار مدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام واحد أمي أرسلوا له أنه يشتري لهم كتب صار اشترى كتب بيقول لهم ما أمشي لي خبره بالكتب هذا لكن عدل يشغل من يفتش عنهن فيجدن هنهن المطلوبات هذا أو ما فما أنك تدلس علي فهذا له الخيار إذا قال له هكذا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وأما إذا لم يشرد فالبيع الذي وقع عليه سواء بيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائل فللمخدوع الخيار الكون كذلك ويكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق الذي هو المراد كما تقدم تقريره يقول لي ادي لي الكتب هذا الذي في هذا الكشف صار التالي وهو جره ما سمت ولا شيء لا بوصل بفرشون ودو كتاب آخر هو مكتوب فيها فتح الباري صار التالف فتح الغفار هو بيقول له كتابة
الصحيح لكذا فلان بفلان صار له كتاب آخر وهكذا. أو أرسل يشتري علاجات بموجب رشده عملوا له الرشدة هذه وصار قال للصيدلي يأتيها في التالع علاجات صار يضعها طبيب مختص عارف في قابله ونقول مشوا هذا العلاج الفلاني هذا علاج ثاني مشوا قابله الثاني ونمشوا فله حق أن يرده ولو لم يشترط الخيار لأن فيه تقرير بيقول لها الكتاب الفلاني تعالى الكتاب الفلاني بيقول العلاج الفلاني تعالى العلاج الفلاني له الحق أن يرده. قال وأما كون يثبت الخيار لمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره كأنها النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى الجلاب فإن تلقى إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. فالرعوي هذا البدوي الخيار إذا وصل للسوق فوجدك تغره وبع منه على أساس أن صرعة ما بش فيها عنب ولا فيها شيء لا بوصل عليه بيقول له هو بيعتقد الرعوي البائع هذا أن ما بش على ما قال له قال لو غيرك الناس بقيت هذا الأسبوع لأن العناب قد وصل إلى صرعة بصور كثيرة وقد أصبح رواج. قال فبعرف على ذا الحين قال لن تتبع مني أما عزي ولا عزايا 500 ريال وتعالى 500 ريال وصل وإذا لا يوجد في صرعة وحط عنب والناس كلهم يبحثوا عن عنب فسأل الحمل العنب الذي فيه 10 تركات أو 4 صراديق كيف كم يسوى؟ قال يسوى 5000 يسوى 4000 فله حق أن يرده لأنه غره. وأما كون لكل واحد من المتبايعين الخيار إذا وقع الباع على صورة من ينعنى كتلك الصورة المتقدمة فوجه أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصل فوجود العهد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرتب الخيار بعد الرتب هو غير لازم لأن النهي يقتضي بطلان المنيع وفساده. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء المجهول فالبيع باطل وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء المعدوم فالبيع باطل وإن كان النهي غير مقتضي الفساد فوقع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل البراءة الشرعي وهو الربا وإن لم يحصل منها باع الربا أو من أحد بالوقع على وجه خالف الشارع فقد فقد البراءة. وأما كون من اشترى شيئا لم يره فله الرد إذا رأى فلحديث أبي هريرة مرفوعا من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأى أخرجه الطارق والبهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرج عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ومثل هذا لا تكون بالحجة ولكن الخيار في الغائب يمكن الاستدلال عليه بحديثنا عن الغرر سواء كان الحديث هذا صحيح أو ضعيف فإن فيه غرر في غره بيقول لبعت بدك البيت الفلاني وهو لا يعرفه بيوصفه وصف لعظة بدنه حال ما وصل فوجده مخالف لما وصفه فإنما لم يقف الإنسان على حقيقة إلى آخر عن نوع غرر سواء كان برعاية العناية البائع أم لا وأيضا لابد من حصول البراءة الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرضى المشتري بالبيع برؤيته فقد الربا فعدم المصحح. وأما كون له رتب اشترى بخيار وذاك دعوة يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيار المجلس بلفظ كل بيع لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار وفي لفظ إلا أن يكون صفقة خيار وأما في السعير فيما ألفاظ بهذا المعنى يسمى الآن إقالة أنا مقال مدة يومين لك الإقالة المهلة مدة يومين ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره وهي ثبوت خيار الشرط ما تقدم الحديث من كان يقطع في البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خيانة ولا خداع وفي بعض الروايات ولك الخيار 3 أيام وقد تقدم ذلك. وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع
فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والطارقدري والباقي وصحى الحاكم وابن السكن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة أما إذا شي بينة فالبينة تبين كل شيء لأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين فالقول ما يقوله صاحب السلعة أي أن القول قول البايع ولكن عليه اليمين أو يترى الثاني يصالح كل واحد يرد ما عند الآخر هذا كدت له السلعة وهذا كدت له الفلوس وفي لفظ والمبيع قائم من بعينه وفي لفظ إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البايع سواء قد كان قائم بعينه ولا قد استهلكه لا فرق وفي لفظ ولا بين بينهما أما إذا قسي بينه فالبين على المدعي وفي الباب رواية كثيرة قد استوفيتها في شرح المنتقى وحاصلها يفيد أن القول قول البايع وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا في باب البيعان فالقول قول البايع مطلقة إلا إذا شيء ببينه وسيأتي وجه البينة وخصوص المنشن وقد اختلف العلم في ذلك اختلافا طويلا الخلاصة أن هذا الباب قد احتوى على عدة مسائل المسألة الأولى يجب على من باع شيء فيه عيب أن يبينه وإلا ثبت المشتري الخيار المسألة الثانية في مسألة إذا سعى العبد أو سعى الحيوان أو السيارة فلا يقول له إدي ما قد قبضته لأنه لو اكسرت أو بات الحيوان أنه كان سيضمنه المسألة الثالثة أن لكل مشتري وقع عليه الغرر أن يرده سواء قد كان في باب المصرة أو غيره إلا إذا قد تراضيا المسألة الرابعة يثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق الخامسة لكل من المتبايعين بيعا منيعا الرد لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المجهول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم فإذا وقع شيء معدوم هذا إلا أن الآن في بعض القوانين الجديدة هذه بيجوزوا بيع المعدوم قالوا لأنه قدوا بتحكي هذا من بيع البقرة الذي أدولد من البقرة أو الحمار الذي أولد من البهيمة من الحمار لكن الآن بيسووا مقاولة سيارة صالو موديل سنة كذا كذا صفتها على الصفحة الفلانية طولها كذا مطرها كذا كذا إلى آخره فبيبتاعوا واشتروا في حين أن عادوا ما قد وجدش عادوا في الطريق بيقاولوا وعادوا في الورشة بيصلحوا هذا عند العلماء الأولي لا يجوز البيع هذا باطل لأنهم بيبيعوا شيء مجهول أو شيء هذا معدوم عادوا في الورشة أو قدوا موجود ولكن عادوا في اليابة عادوا على هذا الصفوف مجهول لكن في دوار الدلعين قالوا الأوصف هذا كديب تعير ما كان إلا بيشوفه بخلاف الأشياء الآخرة مثل ما يبيع الأرض هذا بشحنة دارين هي على رصدة أو باع كم دولها كم عرضها هل كذا هل كذا بيبيع البيت يختلف البيت هذا بيبيع أي شيء أما هذا فالقوانين الجديدة هذا قد بتجعله جائز قالوا لأن الأوصف هذا بعت بدك 4 سيارات من السيارات حق موديل سنة 1995 هذا وهذا بيشتري بدنه وعادي في الحديدة أو في اليابة ما قدش موجودة ولا قد بسروها هذا بيقولوا أن الأوصاف الآن بتطبق عليها وإلا في عند العلماء الأولين يقولوا كل بيع مشهول هذا فلو حق أن يفسخ ويرده الآن بيقولوا ما دام على الأوصاف من الموديل هذا في نفسه فليس له أن يرده قال سؤالي هو الثوب بعض الناس يلبس ثوب إلى منتهى ساقة ويقول هو سنة ويستدل بحديث لبس المؤمن إلى نصف ساقة والمعروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم من تحت الكعبين
وضحوا لنا المسألة. ما بش هذا الحديث أنا لقيت لبس المؤمن إلى نص الساجد، ما قلت لك لبس المؤمن إلى نص الساجد. قالوا ينبغي هكذا أن يكون إلى لأجل لا يدخل في البحث، بس من باب ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجب، خشية من أن يصل إلى عند الكعبة فقط. أما أنه قال النبي هكذا فما بيش في ذهني حديث أن النبي قال هكذا. لماذا؟ لماذا لا نقيس هذا على المصرح الخراج في الضمأ؟ لماذا لا نقيس هذا على المصرح؟ أي لابد من معويد صاحب السيارة. هذا كان العلماء في علم أصول الفقه أن باب المصرح باب مستقل لنفسه لا يقاس عليه غيره، لأنه خالف القياس، وهو أن المثل يضمن بالمثل. في هذا الباب باب القياس، حينما يقرأكم علم أصول الفقه تجدوا أنه من شرط القياس أن لا يكون مخالف للقياس. هذا قالوا باب المصرح لا يقاس عليه غيره. هل تعمل بالحديث مع العلم أن المتعارف عليه في بعض الأسواق أن يأخذ البقرة إلى الأسبوع الثاني، فإن ناسبته أعطاه بما في القيمة ولم تناسبه أرجعه بدون أي مقابل سواء الطعم. المؤلف يقول ما لم يحصل التراضي، ما لم يحصل التراضي والمناط على التراضي، فإذا قد تراضى وهكذا خلاص، حين ما بنعمل بالحديث هذا إلا إذا لم يحصل التراضي. أما هذا فالمؤلف في كل مسألة يقيدها بالتراضي، مهما وقع التراضي صح. قال ما رأيكم من اشترى له وكيله ولم يرى ولا يعرفه أي المبيع، فهل ورثته بعد موته الخيار إذا لم يرضوا بالشراء؟ ما الرجل اشترى الشيء وقال عدلي خيار الرؤية، اشترى اليوم وقال عادلي شاسير أضوفه البيت، هذا عادوا بعيد والبيت مغلق أو في الليل، ورؤية الليل هذا لا يعمل بها في الشريعة، وصل والعياذ بالله وقعت فيه صدمة أو يعني أي مرض فمات، هذا الذي مات هذا للعيال الأولاد الورثة يقوموا يقولوا معرفنا لم يطوف هذا ويتوبر على هذا ويفسخوا. وما رأيكم في رجع المصرف بعد 3 أيام كما نص الحديث؟ أما نعم ترجع ولو بعد 3 أيام المصرف وغيرها لا فرق. يا شيخ إذا باع رجل سيارة وكفلها لمدة شهر ثم عادها الذي اشتراها بعد شهر، هل للبائع الحق بالمطالبة بالإيجار؟ كذا كنا لكم ماشي من ما بدعنا أول الدرس، كنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالضمان، وقلنا لكم ما معنى، أي أنه لو حدثت حادثة كان يضمن المشتري الذي اشتراه للبائع، والبائع قد سلمه، والحكم إذا باع رجل سيارة الفرامل حقها طاحصة ولا توقف السيارة، فعندما وصل المشتري رأس جبل مناخة عند أول عصره هرول من رأس الجبل، هل يضمن البائع السيارة ودية الرجال أم ماذا؟ إذا قال له اشتري الحاصل باليه، ولهذا اشتريها لك ب100,000 ويتسوى 800,000 باليه هو الله يعني فكت الشرع الحال، والنبي يقول صحيحة سليمة فراملها بكذا بكذا بكذا
فهو ضاب جنسه وأده غره لأده العبرة بالبرهان. يا استأجرت شقه وأريد أن أنقل منها وأسكنها غيري دون إذن صاحب الشقة، فهل لي ذلك؟ علما أني سأدفع إيجار الشقة كما اتفقنا أنا وصاحبي صاحب البيت. هذا السؤال سيأتي في باب الإيجار، لكن لا مانع أن نجوب عليه. أنا أقول إذا استأجرت الشقة فلك حق أن تبقى فيه أو تبقي عائلتك أو تأجره من شخص آخر، وما أعطاك استلمته وأنت تعطي صاحبه. اللهم إلا إذا شرط الرجل قال بشرط أن تسكن فيه أنت وأسرتك، أو بشرط أن تبيع فيه الشيء الفلاني، فلا يصح لك أن تبيع فيه أي شيء. شاء أبيع منك شاء أجرك الحانوت بمعنى أن تعملها بكالة، مش يوم ثاني وقجيت قد بدع فيها حوت ونقشم الشارع يسرع من الشم. هذه أديت منك هذا الحانوت بشرط أنك تبيع معطاره، وإذا هو جاء وإذا هو قد بيبع حيته فيها، فهذا فالحاذق حال ما يأجر الحانوت أو يأجر البيت يشرط هذا الشرط، بع منك هذا الحانوت بشرط أن تكون بكالة لا غيره. شوي قد بتسويها محدادة قد بتحدث فيها وترجل وتخرب لي الخشب، ولا يعني أجرت منك الشقة أن تبقى فيها أو تكون عيادة أو تكون مكتب لا العائلة. هكذا الحاذق هو الذي يشرط في الورقة ألا تعير أحد ولا تدخل عائلة، لأن في بعض الأحوال يأجره باسم أنه مرته وأطفاله. في سيد جون أهل البلد آخرين ما دوش بيت يقول تون السلطري أنت ونص الإيجار ونص الإيجار ونص البيت، ما يجي الإنسان يدوب حتى هالبيت. هذا حالا يرده، حالا له حق أن يرده. على إكريت بيتي إكريت بيتي قالوا أن به واحد أيجي هندي هذا عاده في الطريق، أنا توهبت له هندي أيجي يتوظف سفارة أو في أي أو تاجر أو غيره أيجي يجلس في البيت. فما جينا للبيت إلا وقت فيه 50 شخص أو 40 شخص من العمال الذي أجوا يعمروا فندق، الذي يعمروا فندق شبه هذا الذي في هذا، وإذا هم العمال كلهم واحد بيضحي ذاته في المكان، واحد بيجر الوتد هذا ويسوي واحد كذا كذا. هذا حالا خرجناهم وقلنا أنا كريت من رجل موظف أجي وزوجته وأولاده عبارة عن 5 6 إذا قد قتلوا 8، الزوج وزوجته وأطفال 6، هذا قد أتيت لنحو 40 ما بيش معهم عمل، يعملوا لا بعد الظهر وطول غدا يصبنوا ويغسلوا ويكسلوا الأوتاد هذك ويعملوا هذا. حالا خرجناهم لأن الاتفاقية ما هذا بين أقول في الاتفاقية للمن سيصل الموظف أيش خل فيه، ما قلت ليش أنه لهذا أنه يجي وعلم يألم. فالحاذق هو الذي يشترط في كل شيء. قال إذا رجل اشترى بقرة مصرة وعندما تبين له أن البقرة مصرة ولا بل بيستهلكه، فهل يجب على البايع قبول بقرته واللبن أم له الحق بالمطالبة بالصاع؟ لابد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاع بن تم، قالوا النص هذا مخصص لكل العالم. اللهم إلا إذا رضي، قال شاسين أدور لك هذا، قال عاد اللبن موجود ما عبد الشيء هو في ثلاجة لكن تغير ولا شيء بذاته، والله ما بتزايد ولا ناقص له بذاته، هذا لا بس قال وانا رضي. المهم التراضي في كل مسألة من المسائل، هذا التراضي. إذا قد رضي، إذا أشترى المرء ثوبه ثم حضر فيه حفله
وعادوا في اليوم التالي للبيع بحجة أنه طويلا على فعل هذا المشتري. إيه حضر بحفله. إذا قدمها له مدة يوم وصادف أنه حضر الحفله خلاص بشرط في الحفله بتول الشاهي ما نعطش الشاهي فوقه ما نعطش المحلبيات ما نعطش السم. أما سري الضيف وعلي وأخذ السبل هذا من هنا ومن هنا وما هتلم ما تاهل لو كده ها حق بقى كل يمشي. إذا اشترى المرء ثوبا ثم حضر به حفله وعادوا في اليوم التالي البيع بحجة أنه طويلا عليه فهل على هذا المشتري إثم؟ ما فيش إثم ولا شيء إذا قد هذا. المهم ما دسمش ما وقعش في لا سم ولا عسل ولا برك ولا شيء. أما هذا فقدوا عيب بعد ينبغي شيرته. أما إذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد المصرم مع صاع من التم في أبو شد إذا قلت شيء فعي بعد يستوشي ما بس دي. إذا خصص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد المصرم مع صاع من التم ما لماذا؟ هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اشترى بصره فوجدها بصره فله الحق بأن يرجعها وصعب من تم. قلنا سمعنا وأطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عملنا به. قال بعض العلماء أنه خالف القياس. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم له حق أن يعمل أي شيء ولو خالف القياس فيعمل بالحديث في هذا وما عدا نعمل إلى القياس. يعني يدي صاع من تمر لا صاع من البر السمر نوع من البر اسمه سمراء. الصاع من التمر مقابل اللبن والمشتري خسر عليها علف وما ورعاية مما لو في هذا التعب. قال النبي هكذا ورد الحديث. ولهذا أن الزيدية والحنفي الرد والحديث أنه مخالف للقياس. لكن العلماء الآخرين قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء ولا نقول شيء. هذا قال فليرده ويرد صعب التمر خلاص ولو كتكار خسر علف ولو خسر بخسر لأن هذا الحديث. أما الحنفي والزيدية فهم ردوا هذا الحديث وقالوا بخالف للقياس وقالوا يرده ويرد قيمة اللبن أو لبن مثله وقالوا وهذا يرد له قيمة العلف إلى آخره. لكن الشوكاني وعلماء الحنبليين وغيرهم قالوا نعمل بالنص ولا نخالفه. كم أقص مدة البيع؟ كم أقصاب مدة للبيع؟ بحسب التراضي. وإذا اشترى أحد بقرة فبينما هو في الطريق سمعت صوتا مفزعا أخافها فأصبحت تناطح فهل للمشتري أن يردها بسبب هذا العيب؟ ما إذا العيب أصلي فيردها بسبب العيب. وإنه ما كان لها العيب مثل هذه القصة إلا وهي في ملكي يقول أنا اتيت لك وهي ما بتناطش. ما جاء فيها هذا العيب اللي قد في ملكك ما بشلع ديرته. نرجو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صبر في الحديث من اشترى مصرف فهو بلا بالخير ثلاث أيام إن شاء بسكاء وإن شاء رتال وصعب من ثم لا صبر أي يرد أتهم ولا يبدل ويتي صاع من الحب البر. السمراء نوع من البر. تعرف مثلا باب الخيارة باب البيوع مثلا تعريف البيوع تعريف الخيارة وهكذا جزاكم. تعرف باب الخيارة باب البيوع مثلا تعريف البيوع تعريف الخيارة
باب البيع. ما هو البيع؟ جمع بيع. والبيع هو أن تسلم الشيء ويرد لك شيء، هذا هو البيع. الخيارات جمع خيار، خيار. والخيار ما هو؟ الخيار أنك مخير بأن تقبل هذا الشيء أو ترده، أنت بالخيار. الخيار جمع خيار، والبيع جمع بيع. يعني الضمان على المشتري قد استلم، إذا قال له أنها مريضة إذا باتت، يعني فعلك له إذا باتت في 3 أيام فعلي، من قد قبضها فالضمان عليه. إذا فصل رجل كوت أو ثوب عند مخيط وبعد أن فصله لم يعجبه فردت فقال لابد أن تدفع 1000 من المبلغ، فما حكم ذلك؟ سوى كيف فصل له، ما بش الآن يرد أبدا، لأنه فصل على ما يشتي رده وفصله أنه لا بزايد ولا ناقص. ما شيء فصل عليه إذا ما وقعش على ما اتينا مخيط آخر خبي وقلنا له اسمع ما بينهم، قال أنت قست على كان نعم، شوفها وقست على كان نعم، قال قم لبسه، قام لبسه وإنه سوا خلاص ما بيشوف، قست على قال إيه لكن بسره وإنه غالط وإنه زيد، خلاص هذا يعبر يختار عدل من الطرفين أو عدلين هم الذي يحكموا بينهما. رجل وكر رجل آخر بأن يعبر للبيت، فقام هذا الوكيل عبارة البيت ثم استلم منه الموكل فباع البيت، وبعد فترة وجد المشتري أنه البيت بني على غير أساس، فبني يتحبل هل هو البايع الذي لا علم له بالبيع أو وكل غيره أم الوكيل؟ البايع، البايع هذا غير وكيل فقط، لكن يضمن ويتيله ويرجع هو الوكيل حقيقي يقول قشيتني وفعلت، وانا قد كنت اتيلك كذا وانا اتيلك كذا انا بعتك كذا، لكن اما المشتري لا يعرف الا البايع منه، ما يعرف شو وكيل ولا يعرف. ما حكم الاسلام في من باع جزء من البيت ولم يبرز ما يثبت امتلاك الله، ولكن تم البيع والشراء على اساس معرفة المشتري بملك البائع، فما حكم البيت؟ حكم البيع اذا جلسوا ورضيوا وعاشوا وإنما وإن جو طالبوا فعليه أن يطالب بالمستندات. هذا الأخوشان الذي يشتري بيت ما يطلبش المستند، هذا أخوش أخوش، وإلا قاتل النفس الخطأ هل يصوم شهرين متتابعا كما معروف عند الناس؟ مش كما ورد في القرآن، قاتل النفس الخطأ هل يصوم شهرين متتابعا كما هو معروف عند الناس؟ صوابه كما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة والإجماع، من قتل خطأ فيصوم شهرين متتابعين بإجماع العلماء، لأنه قتل الكتاب والسنة والإجماع. إنما الخلاف في من قتل عمدا عدوانا هل يصوم أو لا؟ الشافعية يقولوا أنه يصوم، والجمهور من العلماء يقولوا لا يصوم، ما بش كفارة. قال الشافعي إذا ثبتت الكفار في الخطأ فبالأولى في العمد، قالوا ماشي، هذا الخطأ قد كل مخطي يعني بغير اختياره قال الكفار قلنا يتي كفار، هذا عمد عدوان ما بلا يتي جمجمته. إذا اشترى رجل بقرة تاسم كلهم في البقر، إذا اشترى رجل بقرة براعي أدلوا، إذا اشترى طيارة، إذا اشترى سيارة، إذا اشترى مدفع، إذا اشترى صاروخ، إذا اشترى كلك حول البقر، هذا عدو مثال من حق أول، ولكن بلدت مثال من حق ثالثي. إذا اشترى للبقرة وقال لها البائع لا عيب فيها، ولما ذهب بها إلى البيت وجدها تمص لبنها، وقد كانت عند صاحبها لا يوجد في هذا العيب، والآن يأتي برهان على أنه ما وجد العيب إلا وكتي عند المشتري. أما إذا قام البراء
على أنها في هذا العيب فيرتها. فإذا ما بش براي فالقول قول البايع. يقول وعلى الابل والله الذي اتيت لك وما بش فيها عيب. إذا اشترى رجلا ثور وقال له أنه يحرث وهو كان يحرث من قبل ولكن خاف من ثور آخر رفض أن يحرث مع الثور الثاني. عجيب ماشي ما يخافش عادل يتعب بين عظم. إذا شيء يقولوا لولا العباب ما سارت التواب. إذا شيء حبار محرن أو ثور محرن حال ما يتو ثور جنبه بيشغب جنبه ويحرث يدواش عين وخطن كله بيكسا. هذا على خلاف القياس. هذا الثور على خلاف القياس. القياس أن الأثوار والحبيب بين أثر البيع. المعروف أن البائع يبيع الثور المشتري فإذا لبس فإنه يؤثر على ثمنه. فكيف أبحتم للمشتري أن يلبس الثوب ويتزين به ثم يرده؟ قلنا إذا لم يكن في عيب لبس الثوب فحال ما قد بيت قهوة أو بيتغطى وخلص الثوب وعلقه في الوتد وبعد أكل لما تم أقل وغسل يده وغسل فمه وغسل كل ما وقع فيه ورجع لبس البر الثانية. هذا بين أقول لكم. أما إذا وقد وقع فيه فلا يجوز ولا يحتمل أن يرجع. ها؟ إذا هو بالخيار، إذا هو بالخيار، إذا هو بالخيار، وإلا فلا. إذا قد كان ما قد بهدش ولا وسخه ولا عمل في الشيء وقد شرد الخيار بشهود في قوله فيقبل قوله. بس المعروف أن صاحب الثوب يعطي على أنه لا يلبس. إذا اتهو قدو غوبر بلا انتراع وغبار بعد يقبلش وسخ بعد يقبلش تسم بعد يقبلش. كذلك بعض الناس يشتري الثوب بالخير إلى يتعين فأخذه ويلبسه يوم العيد أو الفرح ويتزين به ثم يردوه يحتال في لبس التيل العيد. إذا قد رضي قال ماشي شريت لكم بعد يوم شريت عرس وجاء فلا بد أن يقبل. اللهم إلا إذا قد شفت وسخ. ما دراني كم قد الساعة كم عدمه ها قلت الآخرين ما بلا من هكذا. ما رأي شخص ما رأيكم شخص قتل عمت أبو زوجته على مشاكل وكان رجل في حالة سكر وأصاب أخو زوجته بالحق سكر وقتل خلاص نقتل به مطلقة. أول في الشريعة نمته ونجلده جلد الخمر 40 جلدة على المذهب الشافعي أو على المذهب الهدوي 80 جلدة أو على المذهب الشوكاني كبار الحاكم ما تقتل. وبعدها نقتل به ما على السكر هذا ما يكون كلهم يسكروا ويصير يقتلوا ويرجع يقول أنا قد كنت ساكن أنا قد كنت ساكن. إذا قد كان السكر هذا سيعفي الإنسان فبع عريفة كلهم ما يتعذروا به. لكن به الظاهر في القوانين الوضعية يمكن أن به في القوانين الوضعية أن الساكر هذا يسامع. أما في الشريعة فالقاتل حالة كوده القاتل إذا قتل وهو ساكر وثبت بالشهادة أو بالإقرار فنجلده ثم نقتله في القوانين الشرعية. وكذلك في البيع والشراء إذا باع وهو ساكر هذا فلا. وأما في الطلاق فقد اختلف العلماء في المطلق من طلق وهو ساكر فهل الطلاق يقع أو لا. اختلف العلماء
فجي أنه لا يقع الطلاق، وهذا هو رأي الإمام الشافعي، واختاره الشوكاني في ذيل الأوطار، وأبرز عدة أدلة في ذيل الأوطار مرجحة لهذا الرأي. القول الثاني أن الطلاق حال السكر يقع وينفذ، وهذا هو مذهب الهدوية والحنفية. الهدوية والحنفية قالوا أنه يقع، الهدوية والحنفية قالوا أنه يقع عقوبة لفعله، وقد أتى في الروض النظير بجميع الأدلة ورجح عدم وقوع الطلاق أو وقوع الطلاق. إذا اشترى الرجل آلي بندق ولكن لجخص ظهر مورش أي مورش أي مرنج، فهل يكون الخيار المشتري؟ نعم نعم نعم. اشترى الإنسان هذا مثل ما قلنا لكم في الثور المحنى، حنه لما غيروه، كذلك الذي رنجوه، فإذا رنجوه هذا فردته. أو اشترى الرصاص ووجدها فاسدة، فالله الخير نعم، لأنه ما اشترى إلا شيء ينتفع به، أما الشيء الذي ما ينتفعش به فضيلة الشيخ البيع بالخيار، هل ذلك محدد بثلاث أيام أم أنه ليس لابد محدد؟ باعتبار أنه البيع بالخيار في المجلس الذي تقدم في المجلس فقط، أما خارج المجلس فالعبرة على ما تراضوا عليه، إذا تراضوا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، وإذا يبه لبطلقة قرد تاولوا بعد سنة خلاص تاولوا بعد سنة. هل يجب على البائع أن يبين عيوب المبيع؟ نعم. أول باب، أول فصل في هذا الباب، المسألة الأولى أن على الإنسان أن يبايعه وأن يقول له فيها العيب الفلاني، لا يحل مسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. أول حديث قرأناه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يحل مسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، هذا كلها الأحاديث صحيحة تدل على أنه ينبغي للإنسان، وكان الأولون يقولوا هكذا، قالوا أن الإمام أبي حنيفة، أن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كان يتجد وقال لوكيله اذهب فبع الفلاني، فسار هذا وباعه، فقال له للوكيل أنت قلت لك كذا وكذا، قال له لا، فرجع يبحث عنه حتى وجده وقال فيها العيب الفلاني، قال ولو قد رضيت به. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. واحد جاء يقول لي أنا قد بنسي الظن بالناس كلهم إلا فلان الذي جيت تشتري منه البيت، قال قد كان يوريني يقول هذا هو لب، هذا مش حجاب، هذا شرخ موجود فيه شق في عرض الجد، هذا كذا كذا، الله يبني دبتي، أنا شدخل قبري وحدي، أنا كذا، أنا كبر في عيني أن الرجل متدين وأنه كذا. قلنا له الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ليست نيته ألا يغشك، هو البيت شركه بينه وبين أخوته، وهو جالس في البيت منتفع به، والأخوة يريد أن يبيعه، كل واحد يجر فلوسه ويصير يوفي عبارته، وهو رابط في البيت، فكل مشتري يجي يدي فيه العيوب الذي لا أكثر منها، لا حبا في سواد عيون المشتري ولا خوفا من الله، ولكن هذا قال ها ها هيا هذا حين ظهرني، ولا قد كان بيقول أنا ما قد شفت مثل هذا الرجل، هذا حين بيتي العبرة، هو بيهرب هذا. فالعبرة هي بنية الواحد، هل يجب؟ نعم يجب عليه، يجب عليه. هل صحيح أن صلاة الوتر إذا قضيت في النهار تقضى شفعان؟ كان من كان يصلي ثلاثا يصلي أربعا، ورد في الحديث هكذا. نعم رجل، ووجد الحديث هذا في الروضة النظير والنيل الأوطر وغيره، رجل نسي ساعة
سجد واحد وهو يصلي إمام، فلما انتهى من الصلاة ذكروا فهل يعيد الصلاة أم يقبل السجدة فقط. وما الدليل إذا يعني يرجع من عند على حديث ذو اليدين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويصلى ركعتين، ظاهر أنه يرجع من عند الركوع عند آخر ركعة قوي فيها. ما رأيكم تنقلوا إلى الدرس التالي؟ السلام خاص والأسئلة متكررة، أنا نقول ولكن هي لا تزال كم عدم في الوقت شاب شاب جديد شاب زني واحد سنة بمره وبعدها يشتروا يشتروا ويتزوج بها يتزوج بها نعم ويشتروا، ولكن بشرط أن يستبريها لا يضعها إلا بعد أن تحيض، فإذا ظهر أنها قد أصبحت حامل فلا يمسها حتى تضع حبلها، والولد الذي يولد له هذا هو ابنه من الناحية الطبيعية، أما من الناحية الشرعية فمش هو ابنه ولا يرث منه ولا يعبد شيء لأنه ليس بولده. ها يوصي لا يصبش ورث شرعي ولا يشوف البنات مش الخواته إلا إذا شيء بالرضاع بينهن، ولكن يرجع يوصي له لأنه تحمل مصيبته. ها لكن قبل الزواج قبل العقد حرام شو بده مش هو ابنه ولو هو مني نجس وليس بطاهر. إذا تزوج رجل ووضع فالولد هذا اللي بنزل هذا لا يلحق بأبيه ولا شيء ولا يجمع عليه الدفق. ما ساطعش ما خرجش. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ابتلى منكم بشيء من هذه القادورات فليستدر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حط الله. فإذا ابتلي دلي ما يجيب الحط إلا إذا قد خرج الحبار السوق. إذا تزوج رجل ووضع سلاح بباقي المبلغ لمدة شهرين ولم يتمكن من دفع المبلغ بعد شهرين هل يكون السلاح نافذ؟ ماشي يدي باقي الثمن ويردوا سلاحه لأنه عبارة عن مرهون فيه رهن فقط.